اسعد الله صباحكم يا اخوان. استغل الازمات، عنوان البوست اليوم استغل الازمات لصالحك. خلك نفس محارب الكونفو او مقاتل الكونفو، استغل البوزيتيف انرجي الطاقه الايجابيه للشخص اللي هاجم عليه، استغل حركته ويجلبها لصالحك. كيف بتستغل الازمه لصالحك؟ استغل مخك. حاليا في ازمه سيارات، تصير وكالة أبا سيارة تريا سنة تريا 6 شهور، تصير المعارض السيارات القديمة اللي كانت أسعارها 200 اليوم استوت أسعارها 300، ارتفعت أسعارها لأن في شح في الماركت. طبعا الأمطار أثرت، وايد سيارات اختربت في الأمطار، في طلب مش طبيعي. تعلم كيف تطلب سيارة من أمريكا، راس مالك صغير. يجيك واحد يبغى يطلب سيارة من أمريكا بسعر حلو، يبغى يستلمها في شهرين ويبغاها بسعر طيب، أنت اللي عليك تطلب السيارة. إيزي، اكتب في جوجل هاو تو أوردر كار فروم يو إس، على كل سيارة تاخذ لك مبلغ وقدره. أنت مفيد لنا، هو مستفيد وأنت مستفيد، وإذا كان تاجر اللي بيشتري من عنده بعد مستفيد، لأنه بتجيب لي السيارة بسعر ما بيحصله بالسوق هنا. الله يوفقكم.